قاعد عليه أنا. أعطيكم فكرة صغيرة بس، إحنا الهدف أننا بنوري للجيال اللي كانوا موجودين بالغزو، اللي ولدوا بعد الغزو، شنو صار بالغزو؟ شنو المعاناة اللي عشناها إحنا بالغزو؟ طبعاً عندنا اليوم من اللي بتسمعون قصص منهم أستاذ الوزير السعيدي، مدرب معتمد ورئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الجمهر. زين؟ المعالج ياسر مقدار من مستشفى الطب الطبيعي. الأسير علي أمام من القوات البحرية. والبطل عبد الوهاب السعيدي إصابة أثناء الغزو. ومن الهيئة التمريضية عندنا سيستر منال كانت موجودة في الغزو ولا زالت معانا. تحية طبعاً للجميع. تحية. نبدأ مع أستاذ فوزية السعيدي. حياك أستاذ فوزية. السلام عليكم. الحمد لله على هذه النعمة، على هذه العاصرة، على هذه المحبة المتبادلة في هذا المستشفى تحقيقا بين قسم الخدمة الاجتماعية وبقية أعضاء فريق التأهيل والعاملين في المستشفى. طبعا احنا نشاطنا بالتاريخ 2/8 الساعة، أنا آخر أسير القوة البحرية يعني. الأسار في التاريخ 2/8 الساعة 7 الظهر. بس أنا للأسف أنا قاعد مش للأسف، كنت راضية إن أنا قاعدة يعني، كنت راضية إن أنا قاعدة وقعدت، ما كنا حوالي يمكن 6 أو 7 سسترات موجودين وقعدت. العراقيين للأسف الشديد أخذوا المستشفى وخلوها مستشفى عسكرية. عسكرية. مستشفى عسكرية للأسف. طبعا هنا الكويت، طبعا الكويت المدير ما كانش موجود، كان في اجازه حزتها، فكان الدكتور وليد هو اللي اخذ رئاسه الاداره او اخذ الاداره. فعملنا الجناح الخامس حق الاسعافات الاوليه بالنسبه للجرح سواء عراقيين او كويتيين. جالنا اوردر ثاني من العراقيين ان هو تقفلوا الجناح، ما في جرحى للاسف حولوهم كلهم مستوى. طبعا قعدنا 5 أيام وقالوا لنا ولا سيستة تطلع ولا دكتور يطلع، كان كل الأطباء كانوا راحوا. مدة 3 سنوات أو 4 سنوات تأخير دراسي، تأخير بالحالة، بس مثل ما يقولون اللي عنده إصرار وعزيمة يوصل هدفه، إذا كان في باله هدف يسعى له. وصار تدرج الحالة والعلاج، وأول إصابة فيها كانت جدا صعبة، ويمكن ما أذكر منها شيء. أول إصابة وبعدها يعني بشهر وبشهر ونص يلا وعيت وقعدت، قالوا لي صار التحليل ما في أي راقي داخل الكويت، الكويت حررت، فبلشت أصحى، بلشت أدري إن أنا ورد الزمن، ورد الزمن، الله شكثر يا كويت يا كويت. وطن